السلام عليكم يا شباب، هكمل معاكم بقية الأجندة بتاعتنا. فهي أول بروبلم، بس دي بتاخد وقت شوية عشان نفهمها. بعد كده خلينا نشوف تاني بوينت عندنا، اللي هي الأكتيفيشن فانكشنز. الأكتيفيشن فانكشنز احنا أوريدي كنا شفنا السيجمويد وشفنا التانش، وكنا عرفنا ان في حاجه اسمها ريلو وليك ريلو. خليني بس كده الاول نفهم ليه الاكتيفيشن فانكشنز مهمه، وايه فرق الحاجات دي عن بعضها. احنا كنا بنستخدمها واحنا مش عارفين الفروقات ما بينهم، او مش عارفين ده ليه كويس، او ايه مشكلته، او الكلام ده كله. اول حاجه الاكتيفيشن فانكشنز مهمه، لان انا من غير الاكتيفيشن فانكشنز النتورك بتاعتي هتتحول ان هي تبقى كلها لينير نتورك. بمعنى ايه؟ لو انا يا شباب كانت دي النتورك بتاعتي اللي احنا كنا اشتغلنا عليها، وانا عندي دي الانبوتس بتاعتي، فهنا انا كنت بعمل ايه لو تفتكروا؟ كنت باجي احسب زد. خلينا نشوف الفورورد بروباجيشن ايكويشنز الجاهزه على طول. كنت باجي احسب زد اللي هي ايكوال ايه؟ سم لينير فانكشن في مين؟ في الانبوت اللي داخل لي. اي 0 ده اللي هو كان اكس، يعني اي 0 ده كان الاكس، صح؟ لو انا ما كانش عندي الاكتيفيشن فانكشن دي، ما كنتش بعديها على ايه، صح؟ وباخد الزد 1 دي بدخلها على مين؟ بدخلها يعني باخد بدل الاي 1 دي بتبقى دي الزد 1، بدخلها هنا. مفيش اكتيفيشن فانكشن بقى خلاص، يعني الزد 1 دي هي اللي هتخش هنا. فزد 2 هتحسب ايه؟ هتحسب لينير ايكويشن فانكشن في مين؟ في الاكس، صح؟ مش ده كانه لو انا جيت قلت كده، فكان ده عباره عن ايه؟ كان انا هاكسباند الشيء ده لعباره عن زد 2 ايكوال دبليو 2، وهاكسباند ده الاي 1 دي هشيلها واحط مكانها ده، صح؟ صح كده. عايز تفكها تعالى نفكها، مش هقول لك حاجه اهو، خلاص تعالى ناخد دي كده اهو. هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن دي هتشيل دي واخد دي كده، ماشي، وايه وعندي البي اهو. حلو. طيب انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الزد 2 خلاص طبعا ما عنديش بقى ايه، ما عنديش اكتيفيشن، فالزد 2 ده بقى هو الواي دلوقتي بالنسبه لي، صح؟ ما فيش اكتيفيشن، انا شلت الاكتيفيشن هنا وشلت الاكتيفيشن هنا. فالواي دي فانكشن في مين؟ في الاي 0. معلش، هي ايه الاي 0 دي؟ اللي هي الاكس، صح؟ حلو. يعني معنى كده ان النتورك بتتعلم ايه؟ بتتعلم لينير فانكشن في الاكس. ليه لينير؟ لان الواي فانكشن في اكس، لا هي فانكشن في اكس باور 2، ولا هي فانكشن في لين اكس، ولا اي باور اكس، ولا كوزاين اكس، ولا تان اكس. لا، هي الفانكشن الواي هي فانكشن في سم كوفيشنت في الاكس بلس كل ده كونستنت، صح كده؟ فبالتالي دي تعتبر في الاخر ايه؟ ان انت لو انت ما استخدمتش اكتيفيشن فانكشنز وفضلت تستاك لايرز ورا لايرز ورا لايرز، نو ماتر هاو ميني لايرز دو يو ستاك، ان شاء الله تستاك 1000 لاير، خلاص انت في الاخر بتموديل لينير فانكشن. انت في الاخر بتموديل لينير فانكشن. المعلومه دي مهمه جدا يا شباب. لو انا عملت ستاكينج لان شاء الله 1000 لاير، ومن غير ما استخدم اي اكتيفيشن فانكشن في اللايرز دي، فانا في الاول في الاخر كاني بعمل ايه؟ كاني بابلاي لينير ايكويشن، لان اللاير اللي بعده اللي هو زد 3 هيبقى فانكشن في زد 2 اللي هي دي، فيبقى دبليو 3 في دبليو 2 في دبليو 1 في اكس، دبليو 4 في دبليو 3 في دبليو 2 في دبليو 1 في اكس. خلاص ملاحظين هي اكس ما بتتغيرش، اكس اللي هو لينير. يبقى الاوتبوت بتاع النتورك نو ماتر هاو ميني لايرز دو يوز هتبقى دايما فانكشن في مين؟ في الاكس. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا نستخدم الاكتيفيشن فانكشنز، لان من غير الاكتيفيشن فانكشنز دي احنا هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا، ان احنا من غيرها مش هنقدر نموديل كومبلكس فانكشنز، مش هنقدر نموديل نون لينير فانكشنز. خلاص. وبالتالي without activation functions ال neural network دي كلها او ال deep neural network دي كلها هتريديوس في الاخر الى انها تبقى ايه؟ مجرد linear perceptron صغير. اوكي. فمهم جدا نبقى فاهمين اهميه الاكتيفيشن فانكشن. فالاكتيفيشن فانكشن ده هو ده النون لينياريتي اللي في النتورك. خلاص. الاف دي هي النون لينياريتي اللي في النتورك، وبالتالي ما ينفعش نستغنى عنها. سواء بقى الاف دي كانت ستيب فانكشن اللي هو اقل اكتيفيشن فانكشن عندنا، او كانت سيجمويد او تانش او ريلو او ليكي ريلو. طيب جميل جدا. فجينا هنا خلاص اتكلمنا بقى اننا عندنا السيجمويد، وجينا اتكلمنا عن التانش، وجينا اتكلمنا على اولا خلينا نتكلم على الايه، على السيجمويد. السيجمويد الرينج بتاعها من ايه؟ من 0 ل 1، يعني الاوتبوت بتاعها هيطلع دايما من 0 ل 1. جميل جدا. السيجمويد فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا. بتظهر المشكله دي فين؟ وانا بعمل باك بروباجيشن. ليه بقى؟ تعال نشوف كده. وانا بعمل باك بروباجيشن النوت بوك دي مفيده جدا.
لما هنزل وانا بعمل الباك بروباجيشن انا كنت بجيب ايه؟ فين؟ هنا اهو. وانا بحسب القصة دي ماشي، كنت at some point بجيب partial L partial A2 partial DZ Z2. هنا كنت بجيب ايه؟ كنت بجيب derivative ال Y with respect لل A، او derivative ال A with respect لل Z. يعني كأني كنت بجيب derivative ال sigmoid، صح؟ بجيب derivative ال sigmoid، صح؟ يعني مش انا partial A على partial A2 على partial Z2 دي ده derivative ال sigmoid، صح؟ اهو، مش partial A2 على partial Z2 ده derivative ال sigmoid. جميل جدا. تقول لي طب هو برضه ايه المشكله في ديريفاتيف السيجمويد؟ اقول لك بسيط، هو يعني ايه ديريفاتيف؟ الديريفاتيف هو التانجنت، صح؟ طيب لو الفاليو بتاعت السيجمويد كانت كبيره بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، يعني كانت في الريجن دي او في الريجن دي، انت مش انت ملاحظ ان الكيرف فلات، صح؟ اولموست هوريزونتال، اولموست لاين زيرو، او يعني سلوب بتاعه زيرو، فبالتالي التانجنت هو السلوب. السلوب هيبقى بكام؟ هيبقى السلوب بتاعه زيرو سواء هنا او هنا، صح؟ طيب ايه مشكله ان السلوب يبقى بزيرو لو عندي فاليوز كبيره في الاكس بالبوزيتيف او بالنيجاتيف؟ لو السلوب بزيرو يعني الديريفاتيف بزيرو، يعني قيمه بارشال ايه على بارشال زد 2 هتبقى بزيرو، ولو دي بزيرو فدي هتبقى كلها بزيرو، صح؟ ولو بارشال ايه زد دي برضو بزيرو هتبقى دي كلها بزيرو، ولو دي زيرو خلاص هي دي كانت غلطه المفروض تبقى 2، ولو دي زيرو فالمفروض دي هتبقى سوري لا هي كانت صح، انا لخبطت. ولو بارشال اي 2 بارشال زد 2 برضو بزيرو ماشي، فبالتبعيه لو السيجمويد هنا برضو قيمته كبيره، فبارشال اي 1 على بارشال زد 1 هيبقى قيمته لو يعني زد 1 قيمته كبيره او صغيره جدا بالنيجاتيف او كبيره جدا بالبوزيتيف، خلاص فبالتالي الديريفاتيف هيبقى ايه؟ هيبقى اولموست زيرو. ليه؟ لان احنا اتفقنا انه لو انا قيمتي كبيره قوي هنا او صغيره قوي هنا فانا هيبقى السلوب بتاعي زيرو، فالديريفاتيف زيرو، وبالتالي بارشال اي 1 على بارشال زد 1 برضو هيبقى بكام؟ بزيرو. ولو ده بقى زيرو ده بقى زيرو، ولو ده بقى زيرو ده بقى زيرو، فبالتالي هلاقي ان الايه؟ البارشالز دي كلها بقت بصفار. طب ايه مشكله البارشالز انها بصفار؟ مشكلة البارشلز انها بصفار لما اجي اعمل الويت ابديت تحت، البارشلز دي كلها بصفار، فبالتالي W2 هتفضل ب W2 و B2 هتفضل ب B2 وهكذا، فبالتالي انا مش هعمل اي ابديت، خلاص؟ فلو انا مش هعمل اي ابديت فالنتورك مش هتتعلم، النتورك هتفضل ستاك في الايه؟ في البوزيشن بتاعها. البروبلم دي بروبلم مشهورة جدا وبيسموها جريدينت فانيشنج بروبلم، تمام؟ جريدينت فانيشنج بروبلم معناها انه لو الجريدينت بتاعي فانيشد يعني كان زيرو، لو الجريدينت بتاعي بقى زيرو فبالتالي انا مش هقدر اعمل اي ايه؟ مش هقدر اعمل اي ابديتس. وبالتالي هنا دي كانت المشكله الكبيره جدا في السيجمويد وفي التانش كمان، لان التانش عنده نفس المشكله. التانش عنده ايه؟ عنده برضه بيساتوريت في ال at x tends to infinity و at x tends to negative infinity، وبالتالي التانش كان عنده ايه المشكله دي؟ قال لك خلاص تعالى نبص على اكتيفيشن فانكشنز ثانيه عالجت الموضوع ده. الريلو، الريلو من الاكتيفيشن فانكشنز اللي كان ريبريزنتد باي ايه؟ بايكويشن بسيطه جدا ان هي ماكس اكس وزيرو. لو انا هنا في البوزيتيف فبالتالي الاكس اكبر من الزيرو، لو انا في النيجاتيف فالنيجاتيف اصغر من الزيرو فالزيرو هيبقى هو الماكسيمم، فبالتالي الايكويشن دي بتريبريزنت الايه؟ بتريبريزنت الرسمه دي. لو انت عايز تعملها اس بيس وايز يعني تقسمها كده اللي هو ايكوال اكس لما الاكس اكبر من الزيرو وزيرو لما الاكس اصغر من الزيرو، اتس اوكي، هي نفس الحاجه. الريلو بقى ايه فكرتها؟ الريلو حسنت جدا على التانش والسيجمويد في حته ان هو عالجت الجريدينت فانيشنج بروبلم. ليه؟ لان انا دلوقتي بقى عندي نو ماتر الجريدينت يكبر قد ايه لو هو بالبوزيتيف فهو دايما هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده سلوب ب1 حتى لو قيمه حتى لو قيمه الاكتيفيشن عاليه جدا، خلاص؟ ولكن كان طرح برضو بعض التساؤلات في حته انه طيب لو هو نيجاتيف، اوكي، لو السلوب او الستجموي او سوري الاكتيفيشن فانكشن قيمته عاليه قوي بالنيجاتيف او بالنيجاتيف عامه، ساعتها هيبقى ايه؟ ساعتها هيبقى السلوب بزيرو. فهم هنا يعني المدافعين عن عن الريلو قالوا لك انه ماشي، بس هل انت كل الاكتيفيشنز بتاعتك بتبقى نيجاتيف
ولا عندك مجموعة بتبقى بوزيتيف ومجموعة بتبقى نيجاتيف، فلا ضرر ان المجموعة النيجاتيف دي تبقى ايه، تبقى السلوب بتاعها زيرو، مش مشكلة. في الاخر في مجموعة بوزيتيف، في مجموعة نيورونز الاكتيفيشن بتاعها هيبقى بوزيتيف، فهيليها هيبقى ليها جريدينت، هيبقى هتتعلم، وفي نيورونز تانية ات سام بوينت هتبقى ايه، هتبقى الاكتيفيشن بتاعها بالنيجاتيف، فبالتالي لما ابلاي عليها الريلو هيديني زيرو، فبالتالي الجريدينت بتاعها هيبقى كمان هو زيرو، وبالتالي مش مشكله. هيبقى عندي مجموعه شغاله ومجموعه مش شغاله، في الاكزامبل اللي بعده مجموعه تانية شغاله ومجموعه مش شغاله، في التريننج اكزامبل اللي بعده مجموعه شغاله ومجموعه مش شغاله وهكذا، فبالتالي النتورك كولكتيفلي بتتعلم مع بعض، صح؟ النيورون اللي كان شغال النهارده او في التريننج اكزامبل 1 هيبقى شغال في 2، ممكن ما يبقاش شغال في 3. التريننج النيورون اللي كان شغال ما كانش شغال في 1 ممكن يبقى شغال في 2، ممكن يبقى شغال في 3 وهكذا. فبالتالي دايما النيورون زي يبقى عندها فرصه ان هي ايه، ان هي تتعلم، تمام؟ فده هنا هيديك ايه، علاج لموضوع الساتوريشن اللي كان بيحصل فبيؤدي الى الجريدينت فانيشنج بروبلم. الريسيرش برضو يعني برضو ارجع اقول لكم الاكتيفيشن فانكشنز هي اتس هيوريستيك فانكشنز. يعني ايه كلمه هيوريستيك؟ هيوريستيك يعني اتس بروبوزد وذاوت فورمال بروف، يعني وي دونت هاف بروف واي دو ذيس فانكشنز ورك. ما يعني ما فيش، لو دخلت تدور وتسال هي الريلو بتشتغل ليه، والله باي براكتس وباي ريسيرش وباي ريزلتس جربنا وطلعت احسن ريزلتس. الليكي ريلو هي مجرد تعديل بسيط على الريلو، ان هو بدل ما بيخلي ان دي زيرو بيخلي لها سلوب صغير جدا جدا. الفا اكس هنا الالفا دي رقم بوزيتيف من 0 ل 1 سلوب، بس سلوب ايه، صغير اقل من ال 1، يعني اقل من الايه، من السلوب. فدي كده بالنسبه للاكتيفيشن فانكشنز اللي عندنا. طبعا اشهر حاجه بتستخدم دلوقتي هي الريلو والليكي ريلو برضو، وبالذات في الكونفوليوشنال نيورال نتوركس، وفي لو انا بتعامل مع ايمجز، لان الريلو بيبقى زي ما اتفقنا ان هي بتساعد على الكونفرجنس اسرع، لان انا مش ممكن يحصل عندي جريدينت فانيشنج بروبلم زي التانش والستجمويد فاستك وما بقاش قادر اتحرك، لان انا لو انا كنت عندي قيمه عاليه هنا او قيمه عاليه هنا، نفس الكلام في السجمويد عالي هنا او عالي هنا، هيبقى عندي مشكله كبيره جدا ان انا الجريدينت مش هيتغير، او الجريدينت هيبقى بزيرو، فالويتس مش هتتغير، فالايتريشن اللي بعدها هي نفس الويتس، هي نفس الجريدينتس، هي نفس الويتس، هي نفس الجريدينتس، وهفضل زي ما انا ستك مش بليرن. فدي ميزه الايه، دي ميزه الريلو. التانش بيستخدم كتير جدا في الريكرنت نيورال نتوركس. الريكرنت نيورال نتوركس دي اللي بتتعامل مع السيكونس مودلز، او الحاجات اللي بيبقى فيها تكست تو سبيتش مثلا، او سبيتش تو تكست، او لانجوج موديل، او الكلام ده كله، سبيتش ريكوجنيشن على سبيل المثال. فالتانش مشهوره جدا في الار ان ان. السيجمويد تعتبر دلوقتي يعني نوعا ما اقدم حاجه، او يعني هي بنسميها ليجاسي شويه. سلو ليرنينج، فاهمين طبعا ليه سلو ليرنينج، علشان موضوع الجريدينت فانيشنج. وبتستخدم في الاوتبوت لاير في الباينري كلاسيفيكيشن بروبلم. يعني ايه بقى هنا في الفاينل لاير، يعني لو جينا هنا كده في الاكزامبل الشيت ده، عندي نتورك بالمنظر ده، انبوت لاير، هيدن لاير، output layer. فالاوتبوت لاير اللي عندي هنا ده ايه الكلام اللي فيه؟ الفكره فيه انه انا هنا ما اقدرش استخدم تانش في الاكتيفيشن بتاع اللاير الاخير، لان انا الاوتبوت ده لازم يطلع لي يا 0 يا 1. فدايما السيجمويد بيستخدم في الايه، في الفاينل لايرز، لكن في الهيدن لايرز يو ار فري تو يوز تانش وسيجمويد، ده صح وده صح، اوكي؟ فدايما ليه بيقول لك ليه دايما الايه السيجمويد بيستخدم في الاوتبوت لاير. جميل جدا، احنا كده اتكلمنا على الاكتيفيشن فانكشنز. تالت حاجه عايز اتكلم عليها اللي هي التايبس اوف ويت ابديت. بالنسبه للتايبس اوف ويت ابديت عندنا ثلاث حاجات، عندنا باتش، ميني باتش، سيكوينشال. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ كنا اتكلمنا المره اللي فاتت لما جينا عملنا الالجوريزم بتاع الجريدينت ديسنت، وقلنا ان احنا خلاص احنا خلاص بقينا دلوقتي فاهمين بقى الايه البيلدنج بلوكس بتاعت النيورال نتورك، وقلنا ان احنا بنيجي انيشاليز الويتس والبايزز راندوملي، وبنمشي على ان اتريشنز. الان اتريشنز دول اللي هم بنسميهم الابوكس، او هفضل اترين لحد ما النتورك تتعلم. في كل اتريشن هو ده هنا الاختلاف بقى، في السيكوينشال او اللي بنسميه ستوكاستيك جريدينت ديسنت، انا بمشي ايه، باخد اكزامبل اكزامبل زي ما انتوا عملتوا في اللاب. بعمل ايه، باخد الاكزامبل الاولاني اعمل عليه فورورد بروباجيشن، بعد كده كومبيوت اللوس فانكشن بتاعه، اعمل باكورد بروباجيشن، وبعد كده اروح ابديت الويتس والبايزز، بعد كده اخد الايه الاكزامبل اللي بعده والاكزامبل اللي بعده والاكزامبل اللي بعده، يبقى انا بابديت الويتس كل ايه، كل اكزامبل، خلاص؟ طيب
في الباتش جريدنت ديسنت قال لك لا 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 لا، انت هتعمل ايه؟ انت هتمسك اكزامبل اكزامبل، تعمل فورورد بروباجيشن وتحسب اللوس وتزود، تعمل بروباجيشن بعده وتحسب اللوس وتزود وهكذا. في الاخر عندي اللوس بتاع الاكزامبلز كلها خلاص. تيجي تعمل باكورد بروباجيشن يوزنج اللوس ده، طبعا هنا بنعمل ويز افريجنج اوفر ام، يعني اي بارشل بنحسبه بنقوم قاسمينه على ام. الماثيماتيكال ديتيلز دي دونت نيد تو كير اباوت دلوقتي يعني، بس المهم انك تبقى فاهم الفكره. الباكورد بروباجيشن بنقوم جايين عاملين ناخد اللوس ده ممكن نقسمه على ام، يعني نعمل اللوس ده نقسمه على ام وناخد اللوس ده نعمل بيه باكورد بروباجيشن، وفي الاخر نابديت الويتس اند بايزز مره واحده. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل الستيب 3 و4 دول تحت اللوب الكبيره. انا بس عايز دول كده يبقوا يعني كده عشان دول يبقوا تحت اللوب الكبيره خلاص. هنا دول كلهم تحت الانر لوب، 1 و2 تحت الانر لوب، 3 و4 تحت الايه؟ الاوتر لوب خلاص. فهنا انا بعمل ايه؟ انا بمسك اكزامبل اكزامبل ابروباجيت ابروباجيت الايه؟ ابروباجيت الاكزامبل ده فين؟ هاخد الاكزامبل الاولاني ابروباجيت واحسب اللوس، اخد الثاني ابروباجيت واحسب اللوس، الثالث الرابع الخامس، بعد كده اللوس اللي اتحسب ده اجيب الافرج بتاعه. الافرج بتاعه ان انا هقوم عامل هنا كده ماشي 1 على ام بس كده خلاص، وابدا ايه ابروباجيت اللوس ده باكورد يوزنج الايه الباك بروباجيشن ايكويشنز دي خلاص. خلاص فانا هعمل الباكورد بروباجيشن ده مره كل ايتريشن ماشي، وبعد كده في الاخر اعمل الايه الابديت ده ايه مره واحده بس. فبالتالي هنا احنا بنعمل التو ستيبس دول مره كل ايتريشن، هنا بنعمل التو ستيبس دول مره كل اكزامبل كل ايتريشن. طيب ايه مزايا وعيوب دي وايه مزايا وعيوب دي؟ لو افترضنا يا شباب ان دي اللوس فانكشن بتاعتي، يعني عندي هنا ده مثلا سم W1 وده W2، الاكسس اللي هي الاكس اكسس والواي اكسس W1 و W2، والزد ده هو مين؟ هو اللوس بتاعي. فانا عايز اوصل للمينيمم، عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل للار اللي تحت ده ماشي. يعني انا هدفي ان انا اوصل للايه للبوينت اللي تحت دي اوكي. فانا هبقى واقف ات سام بوينت ايه هنا، يعني هبقى واقف في مكان ما على الايه على الكيرف ده. ليه هو الاكسس ده؟ خليني برضو ابقى فاهمكم، يعني لو افترضنا ان انا هنا ده خليني ايه اعمل الكونتور بتاعه تمام حاجه بالمنظر ده، طبعا نعتذر عن ايه عن قبح الرسمه، ولكن افترض ان ده كده الايه الكونتور بتاع ده، والمينيمم هنا هو ايه؟ هو المينيمم ده. فانا هنا عندنا ده يعني ممكن نعتبر كده ده لاين كده هنا ماشي، الاكسس ده كده بيريبريزنت عندنا مثلا W1 اوكي، ده بيريبريزنت W1 او ده W معينه يعني مثلا اوكي، والاكسس التاني ده بيريبريزنت B هرسمه خلاص. فانا هنا عندي الاكسس ده هو W والاكسس ده هو البي. هنفترض ان انا عندي نتورك بس ما فيهاش غير تو ايه تو بارامترز W B للسهوله يعني ماشي. فانا انيشيالي انا براندومايز او يعني ببدا راندوملي بختار سم W سم يعني سم W سم B راندوملي صح. فبالتالي انا هبقى واقف ايه؟ هبقى واقف في بوينت معينه هنا مثلا اوكي، اهو هبقى واقف في بوينت هنا خلاص. لو انا عملت باتش جريدينت ديسنت فانا هعمل ايه؟ انا محتاج الوب على التريننج اكزامبلز كلها علشان اعمل ابديت، وعشان اعمل ابديت فانا هتحرك كده صح. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اعمل لوب على 1 تريننج، اعمل لوب على التريننج اكزامبلز كلها علشان اخد 1 ستيب تووردز المينيمم، وبعد كده اخد ستيب ثانيه خلاص عشان اخد ايه ستيب تووردز الايه المينيمم اند سو اون وهكذا لحد ما اوصل للمينيمم. ايه المشكلة بتاعت الموضوع ده؟ المشكلة بتاعته ان انا ان هو بطيء جدا صح؟ بطيء ليه؟ لان انا محتاج عشان اخد الستيب دي الوب على التريننج سيت كلها خلاص، والتريننج سيت دي تبقى في حدود ايه؟ ملايين خلاص؟ فعشان اعمل الستيب دي انا عشان اكونفرج واوصل لللوكال مينيمم ده انا محتاج اخد وقت طويل جدا، فبالتالي it takes too much time to ايه؟ to converge. بس ايه ميزتها؟ انها it's guaranteed to converge، هو اكيد هتوصل لفين؟ لللوكال مينيمم. طيب تعال نشوف لو انا عملت الايه السيكوينشال او الستوكاستيك. الستوكاستيك بيعمل ايه؟ الستوكاستيك تعال مثلا نفترض ان هو كان بادي هنا كده خلاص. الستوكاستيك بياخد بيعمل ابديت كل اكزامبل،
فالاكزامبل الاولاني يقوم عامل كده، الاكزامبل الثاني يقوم عامل كده، الثالث يقوم جاي كده، الرابع كده، الخامس كده، السادس كده، السادس اهو، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ال11، ال12، ال13، 14، وهكذا. يفضل ماشي عمال ايه، واخدين بالكم؟ عمال كل يعني بيعمل الابديتس دي فيري فريكوينتلي، خلاص كل شويه بيابديت، فهو هيوصل للمينيمم اسرع من مين؟ من الباتش، ولكنه هيبقى فيه اوسيليشنز كتيره جدا عشان يوصل لمين؟ عشان يوصل للمينيمم. ليه الاوسيليشنز دي؟ لان احنا في اكزامبل ممكن يبقى تريننج اكزامبل سهل قوي، يعني صوره واضحه جدا، او التريننج اكزامبل سهل جدا فيكلاسيفايو بسهوله شديده، فيبقى الايرور بتاعه صغير او اللوس بتاعه صغير فيقربه ناحيه المينيمم. وممكن يبقى فيه اكزامبل صعب جدا، صوره نويزي مثلا، او سبيتش مثلا فيها باك جراوند نويز او ايا كان، فيبقى الايرور بتاعها عالي فاللوس بتاعها عالي، فيبعدوا عن مين؟ يبعدوا عن المينيمم. فعشان كده بتلاقي ان هي بتلاقي دايما ايه فيها اوسيليشنز، بتقرب وبتبعد عن الايه، عن المينيمم. حتى لما توصل المينيمم بتلاقي ايه، ما بتوصلش للنسخه، بتفضل ايه تلف كده ايه حوالين المينيمم، يعني مش بتفضل ايه، مش بتوصل للمينيمم وتستقر زي الباتش جريدينت ديسنت. اوكي، فزي ما قلنا هنا، انت لو جيت قريت ده هتلاقي ان هو الجري الباتش او الابوك ابديت ده، ان انا ببريزنت الفول سيت اوف تريننج اكزامبلز، بكمبيوت الايرور بتاع كل اكزامبل، بكمبيوت الجريدينت بتاعت الباتش كلها based on cost function of the whole batch، وبعد كده بأبديت الويتس based on this ايه، on this batch gradient، وبعد كده اخد iteration تانية and so on. ميزتها زي ما قلنا ال optimization is more consistent، عيبها ان هي it's very slow. ال sequential update ان هو بيعمل القصة دي كل ايه، كل training example. ميزتها ان هي faster compared لل gradient descent، عيبها ان هي hard to converge stochastic. زي ما قلنا ستوكاستيك ليه؟ لان كل تريننج اكزامبل ممكن يبقى سهل، ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى صعب، خلاص. ولكن طبعا بيبقى هنا عندي loss speed up from vectorization. يعني ايه الكلام ده؟ احنا دي ما اتكلمناش عليها لان دي اتس ان امبلمنتيشن ديتيل، مش هتكلم عليها في التوتوريالز دي. المفروض ان انا لما اجي امبلمنت الباتش جريدنت ديسنت، هنا في الباتش جريدنت ديسنت انا بعمل لوب على المين، على الام تريننج اكزامبلز. المفروض ان انا ما استخدمش لوب، يستحسن انك ما تستخدمش اي لوبس خالص عندك، وتخلي الكود بتاعك كله فيكتورايزد. فالمفروض ان انت تخلي الايكويشنز بتاعتك دي تخليها زي ما احنا عملناها ان ماتريكس فورم كده، فاكرين لما جينا عملناها هنا ان ماتريكس فورم، فين نطلع فوق كده، هنا احنا عملناها ان ماتريكس فورم اون وان اكزامبل. هتخلي بدل ده وان اكزامبل تخليه ايه، الداتا سيت بتاعتك كلها. فالقصه كلها بفيكتورايز الكود ده. فلو انا اشتغلت باتش فالفيكتورايزيشن ده هيعمل لي سبيد اب كويس، لكن في السيكوينشال او في الستوكاستيك جريدينت ديسنت بيحصل لي لوس للسبيد اب هنا. طيب هنا بقى ظهر قال لك خلاص ادام ده له ميزه وده له ميزه، واحنا عايزين ناخد يعني الحلو من ده على الحلو من ده، قال لك طب ما نعمل حاجه اسمها ميني باتش جريدينت ديسنت. ايه بقى الميني باتش جريدينت ديسنت ده؟ قال لك بص، احنا مش هناخد الباتش كلها، بس مش هناخد اكزامبل اكزامبل، احنا هنقسم. لو انا عندي سي التريننج سيت بتاعتي 100 اكزامبل، انا بدي حاجه للصوره 100 تريننج بوينت او 100 رو، هقسمهم عشرات مثلا. هاخد اول 10 اعمل عليهم باتش جريدنت ديسنت، بعد كده اخد ثاني 10 اعمل عليهم باتش جريدنت ديسنت، وهكذا. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ده هيبقى خد ميزه السرعه من الاس جي دي او الستوكاستيك جريدينت ديسنت، وخد ميزه الكونسيستنسي والسبيد اب من مين، او الفيكتورايزيشن سبيد اب من مين، من الباتش جريدينت ديسنت. فالميني باتش جريدينت ديسنت لو احنا حبينا يعني نحطه معانا في الحساب هيبقى عباره عن ايه؟ هاخد ده كده، الميني باتش جريدينت ديسنت هيبقى انا عندي انا بحب اكتبها يعني فور لوبس عشان تبقى بس الدنيا واضحه، بس طبعا الكلام ده كله لازم يبقى فيكتورايزد ماشي. هيبقى عندي فور جي من 1 للنمبر اوف مين، او من 1 لحد ايه، ميني باتشز، نمبر اوف ميني ايه، اوف ميني باتشز. وعندي كي من 1 للنمبر اوف اكزامبلز ان ذا جيث ميني باتش، خلاص انا هلوب على الايه، الاكزامبلز بتاعت الجيس ميني باتش. بعد كده هعمل فورورد بروباجيشن واكيوميليت اللوس بتاعت الاكزامبلز اللي في الميني باتش دي، بعد كده اعمل باكورد بروباجيشن خلاص، وابديت الويتس اند بايزز. ده تحت انهي لوب؟ تحت بتاعت 1 هنا كده، خلينا نجيب ده كده عشان بس تبقى الدنيا سهله بالمنظر ده كده.
فانا عندي لوب على الايتريشنز او على الايبوكس، لوب على الميني باتشز، لوب على الاكزامبلز جوه الميني باتش دي. جوه كل ميني باتش بعمل ايه؟ بمسك الاكزامبلز اللي في الميني باتش دي، اعمل فور بروباجيشن واكيوميليت اللوس بتاعهم. بعد كده بعد ما اخلص اللوب دي بعمل باكورد بروباجيشن يوزنج اللوس اللي انا حسبته على الاكزامبلز بتاعت الميني باتش دي بس، وابديتس الويتس اند بايزز وارجع اخد الميني باتش اللي بعدها. فبالتالي الابديت دلوقتي بقى اسرع من الباتش، لان انا هنا بقيتش بعمل ابديت مره كل اتريشن، لا بقيت بعملها بعدد الميني باتشز خلاص. وفي نفس الوقت بقت ايه؟ بقت مور كونسيستنت عن الستوكاستيك، لان الستوكاستيك بيعمل الابديت ده كل ايه؟ تريننج اكزامبل، لا هنا بقيت بعمله كل ايه؟ كل ميني باتش. طيب السؤال اللي بعده عندنا، اول حاجه اللي عايزين اتكلم فيها بعد كده هي اللوس فانكشنز. اللوس فانكشنز هنا انا هرجع للشيت ونشوف الشيت كان فيه مساله، المساله الاولانيه دي. المسألة الأولانية دي أنا يعني إحنا حليناها بإن ديتيلز في الفيديو التاني والتالت. هو كان مديك نتورك عادية جدا ومديك الويتس بتاعتها، وطالب منك إنك تدرايف الإيكويشنز بتاعت الفورورد بروباجيشن، وتدرايف اللوس فانكشن إن ذا كيس أوف باينري كلاسيفيكيشن اللي إحنا كنا بنعمله، وتدرايف الإيكويشنز بتاعت الباك بروباجيشن، وبعد كده إداك إنبوت وطلب منك إن أنت إيه؟ تعوض بس. فأول سؤال قال لك what will be the output of the network, perform one pass of forward propagation to figure out the answer. فأنت تعمل one pass of forward propagation عشان تجيب الoutput. الoutput ده هو ال y hat أو الـ الـ a of layer 2 اللي طلعت من layer ده، اللي هو هيبقى رقم من 0 ل 1. ده الoutput اللي طلع من الactivation function هنا. السؤال اللي بعده بيسألك what will be the prediction أو classification of the network for the same given input. طيب لو الاوتبوت ده طلع مثلا معاك 0.7 مثلا، فبيسالك البريدكشن هيبقى ايه؟ قال لك لو الثريشولد ابلايد افتر السيجمويد ان ذا اوتبوت لاير از 0.6، فوالله لو الرقم اللي طلع من هنا ده كان اكبر من 0.6 هتقول يبقى البريدكشن 1، لو اقل يبقى 0. انا بس هنا كان الهدف من السؤال ده اللي انا حطه ليه؟ علشان اوضح لك ايه الفرق بين الاوتبوت بتاع النتورك والبريدكشن بتاع النتورك. الاوتبوت هو الريل فاليو اللي هي belonging من 0 ل 1، اللي هيبقى الرينج بتاعها من 0 ل 1، ممكن تبقى 0.3 0.22 0.17 مش عارف كام هكذا. ممكن لو يعني بيبقى ناس سيجمويد فهي من 0 ل 1. البريدكشن هو يا 0 يا 1 based on some ايه؟ threshold. طيب وبعد كده بيقول لك طب الاكتوال كوست هيبقى عباره عن ايه؟ وقال لك ان الاكتوال كلاس او الاكتوال ليبل كان 0، فانت معاك الواي ب 0 فانت هتعوض هنا. بعد كده قال لك اعمل 1 باس اوف باكورد بروباجيشن علشان تجيب البارشل ديريفاتيفز، وبعد كده اعمل 1 باس اوف جريدينت ديسنت ابديت تو فايند الاي ان نيو ابديتد سيت اوف ويتس اند بايزز وباستخدام الليرنينج ريت 0.05. فهنا هو ده تيبيكالي الايه البروبلم اللي احنا كنا قاعدين بنحلها هنا دي كلها خلاص، اللي هي كانت دي الفورورد بروباجيشن اهو، الباكورد بروباجيشن اهو، الايكويشنز بتاعتك اهي، الابديت ايكويشنز اهي، هتعوض. انا كنت سايب السؤال ده بس عشان انت لازم تحل المساله دي بايدك عشان تبقى فاهم. لما تحلها بايدك هتبقى فاهم الدايمنشنز وتبقى فاهم الحاجه طالعه معاك مظبوط ازاي خلاص. طيب هنا بقى انا محتاج نكمل الايه الشيت في كويستشن 2 و 3. بيقول لك what would have changed in the previous question if the neural network was solving a regression problem rather than a classification problem. Write down the modified equations. تعال نمسك تقول الأول. هو دلوقتي اللي احنا اتكلمنا فيه خلاص، احنا نرجع تاني للكلام بتاعنا اللي اتكلمنا فيه، ان احنا خلاص فاهمين ايه loss function for classification دي done، اللي هي كانت سميناها cross entropy function. خلينا ناخد دول كده هنا عندنا. ننزل تحت كده. جميل. فاحنا في الكلاسيفيكيشن قلنا والله خلاص يبقى احنا اللوس فانكشن بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ ال اللي كانت ايكوال ايه؟ والله ايكوال نيجاتيف واي في لوج واي هات بلس 1 ماينس واي في لوج مين 1 ماينس واي هات، صح كده؟ مش ده كان ال الايكويشن بتاعتنا في حاله الايه؟ في حاله الباينري كلاسيفيكيشن، لوس فانكشن فور ايه؟ فور باينري كلاسيفيكيشن. اوكي
ايه اللي هيتغير لو كانت ريجريشن؟ اول حاجه انا محتاج مهم جدا هنا افرق ما بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن. ايه الفرق ما بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن؟ الكلاسيفيكيشن predicting one of more a set of discrete values، سواء هو binary classification انا عايز classify instance that belongs to one of two classes ماشي، او multi class classification انا عايز classify ال instance دي as belonging to a one or more than two a to more than two classes. خلاص الست بتاعتي اللي انا بحاول ال instance دي belongs to one of a set of two or more classes. الريجريشن ان انا بحاول ابريدكت كونتينيوس ريل فاليو، ريجريشن كونتينيوس ايه؟ كونتينيوس ريل فاليود بريدكشن. زي ايه؟ زي البرايس او الستوك ماركت برايس، سعر البورصه ماشي، زي التمبريتشر، زي البرسنتج اوف هيوميديتي ان اير، زي الليفل اوف كوليسترول ان بلاد، زي ال age of customer، زي ال rate of subscription of some magazine أو newspaper. تمام؟ كل دي examples على إيه؟ على continuous value. صح؟ ال temperature ده حاجة ممكن تبقى بال negative، ممكن تبقى بال positive، ممكن يبقى ليها ممكن تبقى 23.7 22.1 29 هكذا. طيب إيه اللي كان هيتغير في المسألة دي لو كانت ال الاوتبوت لاير بتاعي كان بيحاول يبريدكت كونتينوس فاليو او بيعمل ريجريشن؟ هل اول حاجه شكل النتورك هيتغير؟ لا. ليه مش هيتغير؟ لان الاوتبوت لاير بتاعي هو ستيل عايز يطلع حاجه واحده بس. لو كان عايز يطلع اكتر من حاجه كنا هنحط كذا نيورون هنا، بس هو بيطلع وان اوتبوت بس اللي هو التمبريتشر ولا الهيوميديتي ولا ولا ولا. طيب فبالتالي كان هيطلع لنا ايه؟ واي هات. صح؟ يعني كان الايكويشنز بتاعتنا كانت هتطلع ايه؟ ده كده الايه لو كنت بشتغل على الكلاسيفيكيشن. انا عملت كوبي بيست بس من النوت بوك الثانيه. خلاص هنا لو انا عايز احولها ريجريشن ايه اللي هيختلف؟ والله انا هكمل في الفورورد بروباجيشن زي ما انا. خلاص والباكورد بروباجيشن كده كده مش هلعب فيه، بس اللي هيتغير هو مين؟ هو ال اللوس. اللوس في حالة ال classification كنا بنستخدم دي، كنا بنسميها ايه؟ cross entropy loss. خلاص cross entropy ايه؟ loss. ماشي. في حالة الريجريشن بنسميها في كذا متريك للايه الريجريشن، هنستخدم واحد منهم اللي هو الروت مين سكويرد ايرور او المين سكويرد ايرور. ايه بقى الروت مين سكويرد ايرور او المين سكويرد ايرور ده؟ اللوس او المين سكويرد ايرور ده هو ايكوال ايه؟ ايكوال 1 على ام اوكي في سميشن من اي ايكوال 1 لام، عباره عن ايه بقى؟ سميشن واي هات او ممكن نقول واي اي ماينس واي هات اوف واي اندرسكور اي اوكي، وكل ده سكويرد. كده هي دي هتبقى ايه؟ هتبقى اللوس فانكشن بتاعتك. فاللوس فانكشن لو كنت انا شغال ريجريشن هتبقى بتاع عباره عن ايه؟ 1 على ام سميشن من 1 لام او سميشن على كل البوينتس، الاكتوال فاليو اللي هي لو التمبريتشر مثلا 23.7 هو ده الاكتوال فاليو وانا بريدكت 24 ماينس مش عارف 14، فده هيبقى الواي اي وده الواي اي هات. خلاص سكويرد. ليه اسمه مين سكويرد ايرور؟ الايرور هو مين؟ واي اي ماينس واي هات. خلاص ده الايرور سكويرد عملت له باور 2. ليه عملت له باور 2؟ علشان انا مش فارق معايا الايرور ده يبقى بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، يعني مش فارق معايا انا الفاليو بتاعتي مثلا 23، انت قلتها 23.5 او قلت لها 22.5 فانت زدت او نزلت، طلعت لفوق او نزلت لتحت ب 0.5 اوكي، فمش فارق معايا انا بعمل السكويرنج علشان سواء انا الايرور ده بالبوزيتيف او بالنيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى هو حاجه واحده يعني. تمام؟ في التو في التو دايركشنز. خلاص وبعد كده بعمل مين، باخد المين بتاعهم 1 على ام في سميشن الكلام ده كله. خلاص ده المين سكويرد ايرور. في ناس بتستخدم لوس فانكشن ثانيه غير المين اسمها روت مين سكويرد ايرور، والروت مين سكويرد ايرور دي عباره عن ان هو بياخد الكلام ده كله في الاخر يعمل له ايه؟ يعمل له سكوير روت. يعني ناخد القصه دي كده كلها
يحطها تحت الايه؟ الروت. ده اسمه روت مين سكويرد ايرور. خلاص؟ فدول تو ديفرنت لوس فانكشنز ممكن نستخدمهم. لو احنا استخدمنا المين سكويرد ايرور، يعني بلاش الروت مين سكويرد ايرور، استخدمنا المين سكويرد ايرور، ايه اللي احنا كده قلنا؟ خلاص الفورورد بروباجيشن مش هتتغير، الاركيتكتشر بتاعت النتورك نفسها مش هتتغير، اللوس هيتغير. ايه اللي هيتغير هنا بس؟ دي بارشال ال بارشال اي 2، او اللي هي يعني مش احنا كنا قلنا فين؟ احنا كنا قلنا هنا ان اللوس بيأثر في اي 2 ماشي، وبعد كده هيأثر في الباقيين، فهو نفس الكلام هنا، اللوس بيأثر في مين؟ اللوس بيأثر في واي هو راحت فين الهات؟ اللوس بيأثر في واي اي هات، وقلنا واي اي هات دي اللي هي مين؟ اللي هي اي 2 صح كده؟ دي المفروض قلنا ايه واي هات؟ هو الهات الهاتس بتختفي هنا يعني، بس فالمفروض دي اي 2، فكأني عملت ايه؟ كأني شلت دي بقت كده. فانا كاني عايز اجيب بارشال ال بارشال اي 2 اللي هي الايه؟ المعادله دي. اوكي؟ بس فهيبقى الديريفاتيف بتاعي عباره عن ايه؟ يعني لو ده ال ال خلاص، فاللي هيتغير برده بارشال ال على بارشال مين؟ على بارشال اي 2. ساعتها هيبقى بارشال ال على بارشال اي 2 في الحاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1. هناخد الايكويشن دي كده زي ما هي. خلاص الاثنين هتنزل هنا، فيبقى انا عندي 2 اوكي، وهنا دي هتبقى ايه؟ هنشيل ال 2 ده، يبقى عندي واي اي ماينس اي اوف 2 بس كده. خلاص حلو. في بقى ايه؟ هو المفروض طبعا يبقى في ماينس 1، يعني يبقى في ماينس 1 هنا عشان الاي 2، فعشان كده هم بيحبوا يعكسوها يعني يخلوها الكلام ده كده ماينس واي. هتقول لي هي تفرق في حاجه؟ اقول لك ولا تفرق في حاجه، انا كده كده بجيب ايه؟ بجيب الريلاتيف ديفرنس ما بينهم، فمش فارق بقى واي اي ماينس اي اي ولا اي اي ولا واي ماينس اي اي، كده كده انا هعمل باور، هعمل سكويرنج ليهم، فمش فارق مين اكبر من مين او مين اصغر من مين، كده كده انا بجيب الايه؟ الريلاتيف ديستنس ما بينهم. فهم بس بيحبوا يحطوها الاول اي 2 ماينس واي، عشان لما اجي اجيب الديريفيتيف وذ ريسبكت لاي 2 يبقى خلاص اي 2 ماينس ايه؟ ماينس واي. اوكي؟ بس خلاص. طبعا ده هنا انا باسيوم ان انا عامل ايه؟ ان انا هنا عامل باتش جريدينت ديسنت، عشان انتوا واخدين بالكم ان انا خدت الام اكزامبلز كلهم. طب لو انا كنت عامل ميني باتش جريدينت ديسنت كان ايه اللي هيتغير؟ كانت ال1 على ام هتبقى 1 على ام بتاعه الميني باتش، واي من 1 لحد ام الميني باتش. طب لو انا كنت عامل ستوكاستيك جريدينت ديسنت كنت هشيل البتاعه دي كلها، هيبقى اي 2 ماينس واي، وهنا هيبقى 2 في اي 2 ماينس واي. يعني عوض بالام، سواء لو الستوكاستيك عوض عن الام بواحد، لو الباتش عوض عن الام بالتوتال اكزامبلز ان ذا تريننج سيت، لو ميني باتش عوض عن الام بالنمبر اوف اكزامبلز ان ميني باتش. جميل جدا. ايه اللي هيتغير؟ السؤال اللي بعده كان بيسالك طيب what would have changed in the previous question if the neural network was solving a multi-class classification problem rather than a binary classification problem. Write down the modified equations. ايه اللي كان هيتغير لو كان عندنا النتورك دي بتحاول تحل فين؟ بتحاول تحل مالتي كلاس. انا نفترض ان انا سي على سبيل المثال عندي 3 كلاسز، يعني انا عندي صوره بتخش لي او عندي انبوت بيخش لي، وانا عايز اقول هو ده هيروح لكلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3. اول حاجه هتتغير ايه؟ ان الاوتبوت لاير هيبقى مكون من، مش هينفع بقى يبقى مكون من نود واحده، هيبقى مكون من 3 نودز، نود فور افري كلاس. كان هيبقى عندنا حاجه بالايه؟ بالشكل ده، ده الانبوت لاير، ده الهيدن لاير، ده الاوتبوت لاير. هيبقى عندي 3 نودز او 3 نيورونز فور افري كلاس، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. حلو قوي، جميل. طيب ففي الحاله دي لو انا عندي الشكل ده بابلاي لوس مختلف شويه، لا هو الكروس انتروبي زي في الباينري كلاسيفيكيشن، ولا هو المين سكويرد ايرور او روت مين سكويرد ايرور زي في الريجريشن. بابلاي حاجه اسمها الايه؟ سوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن. ماشي، بنابلاي سوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن. اول حاجه كانت هتتغير كانت الايه؟ الاركيتكتشر بتاعت النتورك. خلاص كان هيبقى عندي 3 نودز في الايه؟ في الاخر. تاني حاجة أنا ما كنتش هأبلاي سيجمويد على كل واحدة، لأن السيجمويد بيطلع لي حاجة من 0 ل 1، فممكن سيجمويد دي مثلا لو أنا اديت أبلاي سيجمويد هنا تطلع لي 0.7،
ودي تطلع لي 0.6 ودي تطلع لي 0.9 صح؟ مش ده valid، مش السيجمويد ده بيطلع رقم من 0 لواحد صح؟ يعني لو جيت ابلايد سيجمويد هنا على الاوتبوت اللي طالع من دول، ده سيجمويد على دي، هتديني رقم من 0 لواحد، وده رقم من 0 لواحد، ده رقم من 0 لواحد. مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان زي ما اتفقنا ان الكلاسيفيكيشن زي ما جالكم في الميد تيرم، الكلاسيفيكيشن از ايه؟ از او يعني لو انا بعمل مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، انا عايز ادخل الانستنس بتاعتي لوان اوف كلاسز دول، فانا عندي مشكله انه لازم الكلاسز دي كلها تبقى ميوتشوالي اكسكلوسيف تمام اند اكزوستيف. يعني ايه اكسكلوسيف اند اكزوستيف؟ يعني انا في الاخر انا كاني بجيب البروبابيليتي ان انا اكون ببيلونج للكلاس ده، او البروبابيليتي ان انا اكون ابيلونج للكلاس ده، او البروبابيليتي ان انا اكون ابيلونج للكلاس ده. فلازم الاوتبوتس اللي تطلع من الثلاثه نودز دول تبقى بتسام اب لون. ليه؟ لانه انا دي الثري بوسيبل كلاسز اللي انا كانستنس ممكن ابقى بيلونج لحد فيهم صح؟ فما فيش اي كلاس تاني، فهو اكزوستيف، ما عنديش اي كلاس تاني غير الكلاسز دي ممكن ابقى فيها، فلازم يبقى السم بتاع ده وده وده يديني 1. وفي نفس الوقت ان هو ايه؟ ان هو اكسكلوسيف، انا هكون يا اما بيلونج لكلاس 1 بس، او كلاس 2 او كلاس 3 صح؟ ما ينفعش اكون ببيلونج لتو كلاسز ات ذا سيم تايم. وبالتالي اضطرينا نغير الاكتيفيشن فانكشن في الاوتبوت لاير، بدل ما بنستخدم السيجمويد اكتيفيشن فانكشن يبقى هنا وي نيد وات دو وي نيد تو تشينج ان ذا بريفيوس بروبلم، وي نيد تو ايه؟ to change the sigmoid activation function in the final output layer to a softmax activation function. ال softmax activation function هي اللي بتستخدم لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي في الكيس يعني بتاعت ان انا عندي multi class classification. حلو؟ طيب خلينا برضو نبقى شايفين هي ايه اللي بتحصل. ده كان الايه؟ ده كان الكلام اللي كان عندنا من شوية صح؟ فكأن انا عندي مثلا عندي مجموعه من الكلاسز، الكلاسز دي هنا مثلا p of cat given x، او الاكس اللي داخلالي ده الاكس هنا اكس فيكتور اللي هو مكون من مجموعه فيتشرز من x1 ل xn. ايه probability انه given الاكس دي يبقى يطلع cat، ايه probability ان هو dog and so on لحد ايه other. فانا بحسب الزدات، الزدات دي اللي هو الايه؟ اللينير بارت من من النيورون. احنا قلنا النيورون مكون من اللينير بارت اللي هو الزد والاكتيفيشن. انا هحسب الزدات عادي جدا اهو، زد 1 زد 2 لحد ايه؟ لحد الاوتبوت لاير خلاص. طيب وبعد كده الواي اللي هتطلع من هنا دي، خلي بالكم بقى الواي اللي هتطلع من هنا اللي هي الزد اكتشوالي، يعني قلنا خلاص هنحسب الزدات. الواي اللي هتطلع من كل نود هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اي باور الزدايه دي على summation e power z1 plus e power z2 plus e power z3. هقوم مطلع y1. طب y2 هتبقى e power z2 على e power z1 plus e power z2 plus e power z3. طيب التالتة لو انا عندي تلاتة classes، y3 هتبقى عبارة عن ايه؟ e power z3 على e power z1 plus e power z2 plus e power z3. فهو ده ال softmax function. ال softmax function هي function في كل layer على بعضه. يعني انا عشان احسب دي، عشان احسب دي انا محتاج ابقى عارف قيمه الزد دي، عشان هي ده النيوميريتور بتاعي، اي باور قيمه الشيء ده اللي هو زد 1 مقسوم على كل الزدات الثانيه، او مقسوم على السميشن بتاع اي باور كل الزدات الايه بتاعه اللاير كله. فلازم ابقى عارف زد 1 بكام وزد 2 بكام وزد 3 بكام وهكذا. وطبعا زي ما انتم واخدين بالكم انه ال ما بين ال كابيتال ما بين التو سكوير براكتس دول بالدينوت ان ده الاوتبوت لاير، والال ده هو النمبر اوف لايرز، فده اخر لاير عندي. وبالتالي انا هنا بقول ايه؟ بقول والله انه انا الواي اي او الاوتبوت بتاع افتر ابلاينج السوفت ماكس هو عباره عن ايه؟ اي باور، لو انا بتكلم واي اي الاوتبوت بتاع سم نيورون في الاوتبوت لاير هو اي باور اللينير زد اي دي اللي احنا اتفقنا اللي هي اللينير ايه؟ linear part منها اللي هي بتبقى ده في الويت بلس ده في الويت بلس ده في الويت بلس ده في الويت بلس البايز ماشي. e power z i of l مقسومة على e power مين؟ z j of l على كل ال j اللي موجودة فين؟ في اللير ده. اوكي؟ فهي دي ال softmax ايه؟ activation function.
يبقى ده كده بالنسبه لنا. طب هل هتصام اب تو 1؟ هل ساعتها السوفت ماكس دي هتحقق الغرض المنشود؟ اه طبعا، لان انا ساعتها لو جيت عملت سميشن لده وسميشن لده عملت اليوم كلهم سميشن، هلاقي الدينومينيتور ثابت فهسيبه كومن ما بينهم، وهلاقي النيوميريتور هو مين؟ ده بلس ده بلس ده بلس ده، اللي هو نفس الدينومينيتور هيديني 1. وبالتالي انا هنا ده ليه انا بستخدم السوفت ماكس ان كيس اوف مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. انت ممكن برضو تستخدم على فكرة السوفت ماكس لو انت عندك تو كلاسز، بس يعني هي ملهاش معنى، يعني ملهاش معنى انك تستخدم اتنين خلاص، يعني تستخدم في ان كيس اوف باينري، يعني تستخدم واحد والتاني هي ما بيبقاش ليها معنى قوي، فانت بيكتفى جدا بوان، لان وان دي كانها بتقول ايه probability ان انا ابيلونج للكلاس ده خلاص، والتاني ده بروبيت ان انا بيلونج للكلاس التاني، فانا بكتفي بنود واحده هتطلع لي رقم من 0 ل 1، سي هتطلع لي 0.7، ف0.7 ده هو بروبيت ان انا بيلونج للكلاس 1، ف0.3 هو بروبيت ان انا بيلونج للكلاس التاني، فمش محتاج نود تانيه، يعني هي كان بي انفيرد، مش محتاجه ان انا اعمل لها نود. عكس هنا، لا هنا لازم افرد الاوتبوت بتاعي لكل ايه نود، وبالتالي الاوتبوت لاير بيبقى مكون من عدد الكلاسز الممكنه عندي. انا عندي كام كلاس؟ ايه الانستنسز اللي انا بحاول اكلاسيفاي على اساسها؟ كات ودوج والفنت ومش عارف رابت، وعندي اربع كلاسز، يبقى احط اربعه نودز في الاوتبوت لاير. اوكي، يبقى اللي هيتغير هنا محتاجين نغير الاركيتكتشر بتاعت النتورك، نخلي الاوتبوت لاير يبقى عدد النودز اللي فيه هو ايكوال تو كي، وير كي از ذا نمبر اوف كلاسز. يبقى وي نيد تو تشينج، اول حاجه وي نيد to change the architecture of the network with the output layer consisting of k nodes or neurons where k is the number of a of classes. ماشي. تاني حاجة we need to change the sigmoid activation function in the final output layer عشان تبقى soft max activation function. وتالت حاجة طبعا برضو محتاجين we need to change الايه الderivative، بس انتوا مش عليكم الderivative بتاع ال soft max عشان ده derivative طويل ومليان details، ف we need to change the derivative of soft max. مش هنتعرض ليه في هذا الكورس، بس مهم جدا تبقى عارف انت بس محتاج تغيره، يعني انت مش هينفع تستخدم الديريفاتيف اللي هو العادي بتاع مين، اللي هو بتاع الكروس انتروبي اللي احنا كنا استخدمناه هنا، ده ما ينفعش تروح تستخدم مين الديريفاتيف ده، لان الديريفاتيف ده بيزد على الكروس انتروبي، وانت ما بتستخدمش كروس انتروبي ايه لوس بالنسبه لك. اوكي يا شباب.